هنا التاريخ. بعد الإفطار مباشرة من عقبة أبار، مسجد بن جلون، بن جلون، مسجد بن جلون. دلوقتي بعد الفطار مباشرة يا جماعة من القصبة، حي القصبة مرشان، أجواء ما بعد الفطار مباشرة وقبل صلاة العشاء والتراويح، أجواء خيالية يا جماعة. عقبة القصبة بعد الإفطار مباشرة، شهر رمضان المبارك 2024 بالمملكة المغربية. تحياتنا وبالصحة فطوركم كاملين.